الخير، اهلا وسهلا مشاهدينا الافاضل، العائله الجزائريه في كل مكان، تحيه طيبه نرحب بكم دائما، واكيد نتمنى لكم ان شاء الله رفقتنا، متابعه طيبه لبرنامج للعائله ولكل موضوع من المواضيع التي نختارها في كل محطه نلقاكم بها عبر قناه التلفزيون الجزائري. بالامس احتفلنا بيوم الطفوله واليوم العالمي للطفوله، طبعا الواحد من جوان، لهذا لابد ان نتحدث عن الطفل الجزائري وعن انشغالات الطفل الجزائري خلال هذه الفترة الاستثنائية التي نمر بها مع ظهور فيروس كورونا طبعا، ووجود ومكوث أبنائنا في البيت. كيف نشغل أطفالنا خلال فترة الحجر المنزلي، وكيف نستغل فترة الحجر المنزلي كذلك، وكيف لنا أن نرافقهم نفسيا خلال هذه الفترة صارت طويلة نوعا ما، وخاصة احنا راح ندخلوا في الفترة اللي تعودوا عليها أبنائنا على أنها تكون فترة العطلة الصيفية. كيف نهيئ أنفسنا نحن العائلة حتى نرافقهم نفسيا، وكذلك نرافقهم بانشغالات بنشاطات بأفكار جديدة، هذا اللي راح نحاول أن نعطيها لكم من خلال طلتنا عليكم هذه في برنامج للعائلة. ونقول لكم عام سعيد، وكل عام وانتم بألف خير، وكل عام والطفل الجزائري والطفل العربي كل أطفال العالم بألف خير. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل، أكيد يشرفني أن نرحب نهار اليوم سيد خالد مهيز مستشار البرنامج. مرحبا بك خالد، أهلا وسهلا بكم، مثل عن جمعية العمل التطوعي، مرحبا بك خالد. أرحب بوسام ربعي، عضوة في البرلمان العربي للأطفال وممثلة الجزائر، مرحبا بك وسام، أهلا وسهلا بك، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، أهلا وسهلا بك وسام. أرحب بالسيد عرفي جمال مدير حماية وترقية الطفولة بوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مرحبا بك سي عرفي، مرحبا، أهلا وسهلا بك، شكرا تلبية الدعوة. وسيدة عايدة مشري رئيس مشروع بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مرحبا بك سيدة عايدة، أهلا وسهلا بك. لو يلاحظوا المشاهد الجزائري أنه فيه كثير من الهيئات الحاضرة معي الآن، ممثلة عن كثير من القطاعات والمؤسسات، التضامن والأسري طبعا، التضامن وقضايا الأسرة، كذلك الهيئة الوطنية والجمعيات المدنية التي تشتغل، هذه كلها تشتغل من أجل مرافقة أبنائنا في هذه الظروف، في هذه الوضعية. نبدأ مع السيدة عايدة مشري، لكن قبل ما نبدأ خلينا نتابع هذا الفصل الإشهاري اللي قدمته الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة فيما يخص هذا الموضوع، فيما يخص مرافقة أبنائنا خلال فترة الحجر المنزلي، ثم نعود ونبدأ الحديث مع ضيوفي الكرام، تفضلوا. لنستغل الحجر الصحي والمكوث في البيت فيما يفيدنا ويفيد أطفالنا. نشاطات فكرية، ألعاب، تسلية وحركات رياضية. اكتشف موهبتك. اقضي وقتك مع عائلتك. شاهد برامجك المفضلة. حماية صحة أطفالنا من أولوياتنا. أكيد تبقى حماية أبنائنا من أولوياتنا، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية وين أبنائنا متواجدين في المنزل، وكثير من الأمهات ومن العائلات الجزائرية اشتكوا من هذا الوضع اللي طول كما قلت أنا نوعا ما، واللي كان خصنا على أنه تكون فيه مرافقة نفسية، مرافقة اجتماعية بسيكولوجية لأبناء، حتى نعرفوا كيفاش نتصرفوا مع أبنائنا، وكيفاش ممكن نقودوهم أو نوجهوهم للنشاط اللي يرجع لهم بالفائدة
سيدة عايدة، تفضلي نشري. تمام، يعني مقدمتك شملت كل الجوانب اللي تخص العائلة، ولكن هي كذلك التجربة المتميزة للراشد اللي هو احنا اللي ما تعودناش على وضعية الخطر، ما كناش متعودين على هذه الأساليب المعيشية المختلفة. اليوم جائحة الكورونا سمحت لنا أننا نستثمر في زوايا أخرى، كل واحد في عائلته، كل واحد في المنصب بتاعه، في العمل بتاعه، كل واحد كيفاش يقدر يمد الجديد منه في أنه يجد الحلول. وفي الحقيقة هو لو كان نبدأ على النشاطات ولا الأساليب ولا الموضوع، هي في الحقيقة الكثير من الأبواب اللي فتحت، بمعنى أنه بقدر ما كان الموضوع شائك في البداية، يعني كان هلع، كان الخوف، الناس متوترين، ما كناش عارفين بالضبط واش هو الأسلوب الحقيقي أو الكلمات البسيطة اللي ممكن نستعملوها لإقناع العائلات الكبار في السن، الأطفال الصغار، أنهم يمشيوا في المشوار، إلى درجة أنه وصلنا إلى تفعيل الكثير من المهنيين في مجالاتهم المختلفة. نشير إلى خلية الإخطار للرقم الأخضر المجاني 11-11 اللي هو كان آلية من الإصغاء لهؤلاء الأطفال، للعائلات، لشغلات الناس. شبكة المجتمع المدني اللي كان عندها ناشطين تحت عبر مختلف الولايات اللي كانوا يتقربوا إلى العائلات، بما أنه الحجر الصحي أصبح سريع وأصبح مفهومه يعني واضح بالنسبة للعائلات، وأصبح الناس صعبت عليها العمل والمدخول، اللي كان كثير من العائلات يتنقلوا بين الولايات، كثير من العائلات اللي كان عندهم أنشطة اللي هي تسمح لهم بأنهم يعيشوا أولادهم. فكل هذه خلات أنه المهنيين كل واحد كان يبحث على أحسن صورة وأبسطها، في أننا نقولوا عن الحجر الصحي الأشياء اللي هي ترجع لمرحلتها، المراحل الأولى للمراحل اللي أصبح الناس أكثر تكيف، اللي فهموا الأساليب، الآليات، الوقاية أصبحت مفهومة، يعني حتى من كثرة التكرار أصبح الأطفال هم اللي يعطونا دروس في النظافة ويفكرون في الأماكن اللي مسيناها أو الأشياء اللي شريناها ونحرصوا على أماكنها. وإلى درجة اليوم اللي أنا يظهر لي أصبحنا نقيم الاحتفاليات، نتحدث عن قوائم العائلات المحتاجة، نتحدث عن قوائم الأطفال، أصبحنا نهتم كذلك بجوانب أخرى للعائلة الجزائرية من حيث التعليم. اليوم تم دروس نتاعهم إلى أي مدى، الاجتياز الامتحانات مهمة، كيف يمكنهم أن يبقوا في هذا المجال. يعني باختلاف المطالب، باختلاف الصوت، كل واحد في زاويته يعطي وجهة النظر نتاعه أو يعطي المشروع اللي بناه مع الفريق نتاعه، اللي من خلال مجهود كل العاملين في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تضافرت من أجل إيجاد الكلمة البسيطة، من أجل إيجاد المنشور الصحيح لتوزيعه، من أجل إيجاد الأشخاص الفاعلين، يعني الأشخاص اللي ممكن يوصلوا إلى العائلات المحتاجة، من أجل رفع الإخطارات اللي ولا ربما يهم اليوم أننا نرجع لها، لأنه هذا الظرف سمح إلى الأفراد اللي ما تعودوش أنهم يعيشوا مع بعض، اللي كان الأباء يعملوا في أوقات اليوم، يعني ساعات طويلة ويلتقوا بأبنائهم في المساء، أصبحوا مجبرين أنهم يتعارفوا أكثر ويشوفوا طول اليوم. فهذه خلقت كما خلقت جوانب إيجابية للتعارف والإثراء ومعرفة أكثر دواخل الأطفال، خلقت كذلك أشياء اللي كان من حسن حظنا أنه آلية الإخطار موجودة، أننا يمكن التبليغ من أجل الأطفال في حيز المرافقة النفسية اللي كان لابد أنه اكتشفنا فيها ذواتنا واكتشفنا فيها أبنائنا، خاصة لما اقتربنا منهم أكثر خلال هذه الظروف الخاصة. راح نتكلموا على هذه النقطة على وجه التحديد، ولكن ما قلت أنه كل القطاعات وكثير من القطاعات رافقت أبنائنا خلال هذه الظروف وخلال جائحة كورونا طبعا، وكانت لهم نشاطات مختلفة، وهذه النشاطات أكيد توضحت معالمها أكثر مع الفتح من نجوان، مع اليوم العالمي للطفولة، وإن برزت العديد من القطاعات اللي قدمت مرافقة تربوية، نشاطات تثقيفية، وكذلك نشاطات في الفضاءات الخارجية. سيد جمال عرفي، قطاع التضامن والأسرة وقضايا المرأة كذلك كان من القطاعات الهامة جدا واللي اشتغل في هذا المجال، ياريت لو تعرفونا على نشاطاتكم اللي بقي سريع المفعول خلال الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا أستاذة.
فقط أنا أريد أن أغتنم هذه الفرصة أولا لأهنئ أطفال الجزائر بعيدهم العالمي وأطفال العرب وأطفال العالم بمناسبة يوم واحد جوان. نعم. هذه المناسبة لتولي علينا كل سنة وهي محطة من المحطات لمناقشة انشغالات وهموم هؤلاء الأطفال. نعم. وكذلك العمل سويا معهم لترقية هذه المطالب ووضعها حيز التنفيذ من خلال تنمية قدراتهم. في هذا الإطار قطاع التضامن الوطني في ظل جائحة الكورونا والحجر الصحي على مستوى مؤسسات التابعة للقطاع لمؤسسات الحمائية المراكز حماية ورعاية الطفولة. نعم. لأن 104 مؤسسة في هذه 104 مؤسسة كان فيه برنامج ثري لهؤلاء الأطفال اللي هما في وضع الحجر. نعم. أولا كان فيه مسابقة تاع القارئ الصغير. لهذه المسابقة عبارة عن برمجية كان قطاعنا تفضلت السيدة الوزيرة مع السيد الوزير المؤسسة المتوسطة الصغيرة بوضع هذه البرمجية لفائدة الأطفال المراكز للمطالعة اللي نسميها اقرأ والعب واربح اللي فيها أكثر من 3000 قصة هادفة للأطفال. تم وضع هذه البرمجية لفائدتهم واستغلالها في هذه الفترة تاع الحجر. تاع الحجر. هذه نعم. أول. ثانيا كذلك فيما يخص الوقوف الميداني على مستوى هذه المؤسسات لاحترام الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الشأن. ووقوف السيدة الوزيرة شخصيا بالزيارات ميدانية على مستوى نعم. هذه المؤسسات. وبهذه المناسبة واحد جوان العيد الطفولة العيد, نعم. العيد العالمي للطفل طفل. نعم. كانت السيدة الوزيرة زيارة مع السيد وزير الشباب والرياضة للمؤسسة الطفولة المسعفة بالبيار اللي وقفوا على وضعية المؤسسة والنشاطات اللي راهي تقوم بها في إطار الحجر الصحي. هنا أريد أن أشيد بالاتفاقية الممضاة مع وزارة الشباب والرياضة المتعلقة بمجال تنمية المواهب في مجال الرياضة. نعم. لأنه هؤلاء الأطفال المتواجدين على مستوى المؤسسات كاين أطفال اللي هما مهتمين بالجانب الرياضي وهنا الاتفاقية هذه راح تشجع كل المواهب وإبرازها وإعطائها الفرصة للاندماج الاجتماعي والمهني. كذلك في الأفاق في الأفاق تاع القطاع في مجال الإبرام الاتفاقيات مع قطاع ثقافة فيما يخص كل الأمور متعلقة بالمسرح متعلقة بالرسم متعلقة الأمور الفنية كذلك الإبداعات والمواهب هذه متعلقة بالأطفال. نعم. نعم. كذلك بدون أن ننسى على المستوى الشراكة الإقليمية اللي هي مع جامعة الدول العربية كان قطاعنا بادر مع وزارة التربية الوطنية في مسابقة أخي اليتيم. نعم. اللي هي مسابقة تنمية كل مبادرات وكل المواهب في مجال حفظ القرآن في مجال الفن في مجال الكتابة في مجال الرسم في مجال وهذه المسابقة اللي إن شاء الله راح تكون في شهر نوفمبر راح يكونوا فيه الأطفال المنتقين ويروحوا للكويت للمسابقة العربية. جميل. هذه من مجموعة وكذلك نشاطات أخرى ميدانية رانا نقوم بها وأنا في هذا المجال هذا راهي معنا هنا وعن مشاركة الطفل الجزائري كذلك في نعم البرلمان العربي للطفل. نعم هذه وممكن نخليه الكلمة للطفل اللي ممكن أكيد. يعبر أحسن تعبير حول ما يقوم به على مستوى بيته نعم. في خلال الحجر الصحي. جميل جدا. وسام ربيع حاضرة معنا ممثلة الأطفال طبعا وممثلة عن عضوة في البرلمان العربي للأطفال وممثلة عن الجزائر. وسام مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على استضافتي ودخول البيوت الجزائرية من خلال هذه الحصة. ما يخليك. لقد التزمنا بالحجر الصحي لأن هذا أمر
ضروري وإلزامي لسلامتنا وسلامة غيرنا إن شاء الله. لكن التزامكم بالحجر المنزلي ما منعش على أنه يتواصل نشاطكم كأعضاء في البرلمان العربي للطفولة، وتواصلتوا مع بعضكم وتواصل نشاطكم كذلك وسامة، ليس كذلك؟ أكيد إحنا متواصلين عبر الإنترنت، عندنا يعني رانا دايرين، إحنا دايرين جروب نتكلموا على نتكلموا فيه، كاين وكاين ايضا اعضاء البرلمان نشروا فيديوهات خلال شهر رمضان، فيديوهات مختلفه تتكلم عن يعني مواضيع مختلفه، وايضا في الحجر بما اننا احنا في حجر لازم نستغل هذا الحجر للدراسه ايضا والمطالعه، وبما أنني مقبلة على شهادة، شهادة تعليم متوسط، شهادة تعليم متوسط، ربي نجحك إن شاء الله. نعم فقد قسمت وقتي جزءا منه للمطالعة والمراجعة مع الأصدقاء عبر الهاتف والنت، والجزء الآخر للرفاهية ومشاهدة التلفاز ومساعدة الأهل. وماذا عن دوركم في البرلمان العربي كدولة الجزائر كأطفال الجزائر بسام؟ وش الشيء اللي قدمتوه؟ وش ممكن الشيء اللي يستفاد منه الطفل الجزائري من خلالكم أنتم كممثلين عنه ناطقين باسمه طبعا باسم الطفل العربي والجزائري على وجه الخصوص؟ أولا لقد كان لي الشرف لأنه تم اختياري من بين آلاف الأطفال الجزائريين لتمثيل الطفل الجزائري في البرلمان العربي للطفل، وكل ما استطعنا تحقيقه سنحاول إن شاء الله تحقيقه في بلدنا، وسنسعى لحماية حقوق الأطفال، ونأمل أن يكون لنا برلمان جزائري للطفل إن شاء الله. تكون من مهامه حماية الطفل وانشغالاته إن شاء الله إن شاء الله. خالد مهيز من الجمعيات طبعا الشاغلة الوطنية اللي اشتغلت طيلة هذه الفترة وطيلة هذه الظروف مع الحجر المنزلي، اقتربتوا من العائلة الجزائرية، اقتربتوا من الطفولة الجزائرية، وفي الحديث عن الطفولة الجزائرية كان هو عندكم نشاط خاص جدا بهذه المناسبة اللي راهو متواصل واللي بدأ من البارح. خالد صح، أنا شيء يعني نتكلم ونقول أن المجتمع المدني هذه المرة يعني خرج على المألوف، في خاصة في جائحة كورونا في كوفيد 19 أنه تأقلم سريعا مع هذه الجائحة وتماشى مع سياسة الحكومة اللي كانت نشرتها في أنها كيفية القضاء وحصر هذا الوباء. نعم. يعني كان هذا المجتمع المدني يعني تأقلم بسرعة بين الأمور والأنشطة اللي قام بها على غرار الأنشطة التضامنية والأنشطة الثقافية والأنشطة اللي كانت توعوية وتحسيسية، أنشطة اللي كانت تقيس الطفل بحد ذاته. نعم. يعني هذه الأنشطة كان عندها باع كبير. وأنا نشوف أنا نتكلموا حتى هنا الهيئة كان عندنا علاقة طيبة مع رئيس الشبكة عادل بورغازن اللي تاع الهيئة الوطنية اللي كان دائما يعني هذا التكامل، حتى وزارة التضامن اللي كانت دائما ما نخرجوش على الإطار العام، كنا دائما ناخذوا الأفكار من السيت تاعهم وشام يديروا، حتى الملفات وحتى لو كونتينيو تاع لي برودوي تاعنا كان ناخذوه من هاد الهيئات. فالمجتمع المدني ما قدمه في هذه المرحلة للطفل يعني كان عمل كبير، لأننا كان هدف نتكلم على الجمعية الوطنية ونتكلم على خلية الأزمة للمجتمع المدني اللي كانت مكلفة بالعمل في كوفيد 19. العمل تاعها كان هو ما يسمى لا بريزون شارج بسيكولوجيك دي زونفون، كيفاش نقدروا ناخذوا الأطفال في الجانب النفسي. نعم. لأنه الطفل في 3 شهور تحطه في مكان واحد من المستحيل، صعيب عليه. نعم. على صعيب عليه وعلى العائلة كذلك. كان هنا العمل تاع المجتمع المدني أننا ندخل إلى البيوت الجزائرية بطريقة ذكية بدون كسر الحجر والمحافظة على الهدد على سلامة الجميع، على سلامة الجميع، سلامتكم وسلامة اللي راهم داخل. نعم. فكانت من بين الأنشطة ما يسمى التكفل النفسي للأطفال، كانت الفكرة أن كيفية بدينا احنا كامل أول حاجة بدينا بليكلون سيدي تورني كنا نديروهم ودراري يطلوا من البالكون اكسيتيرا، ثم كان فيها تفاعل جميل كان جدا رائع جدا. شوف يعني عندنا فيديوهات، شوف في زغاره الامهات ودراري واحد طفل في البالكون كما يقولوا بالعاميه نحيتوا على خاطر الاولياء والابناء على كامل الناس مش الابناء فقط. كانت تجربه رائعه جدا جدا. نعم.
فتشوفوا الطفل انه حتى اختيار الرسائل اللي كنا نمدوها للطفل هذايا كانت رسائل مهمه، انه ماشي غير نجي هي فيها ترويح لكن فيها هدف تربوي. نعم. كنا نربوا الطفل على كيفيه ارتداء الكمامه، يحترم هو اللي يمد رساله يعني بعرض مسرحي انه يفهم الطفل انه ارتداء الكمامه مهمه، يكونوا زوج يقول له هذه واش ندير بها، يوري له هكذا، نفس الشيء اللي جا يدرو الكوليك. فكانت فكره يعطيه له يقول له شنو هذا نديرو في راسي نشربو، فكان الطفل يقول له لا لا من البالكونه لا عمو هذا هكذا هكذا. فخلينا تفاعل الاطفال كبير، انه يكون كبير وانه يروح على نفسه ويشارك هو بافكاره ويصح افكاره، ويكون عندنا هدف تربوي للطفل، لانه احنا خرجاتنا الميدانيه وتعبنا كان دائما عنده هدف تربوي. جميل. لما كانش عندنا هدف تربوي نغير، فمشينا في هذا النمط، ثم تبلورت هذه الافكار الى مسابقات دائمه في البيوت. ف يعني ارسلنا مسابقات اللي يشاركوا فيها الاطفال بفيديوهات، وقسنا الاطفال والبنات. نعم. نعطيك مثال صغير، كي كنا نخرجوا في هذا الميدان القوافل هذه، كنا نلونسيو المهرج يلونسي المسابقة التالية تاع الحي هذا، الأول تاع قارئ القرآن، أحسن مؤذن، أحسن واحد المطالعة يدير ريجيمي تاع قصة، والثالث الجانب الطفل البنت. نعم. شكون يتعاوني معها في البيت؟ أحسن كحكة ولا أحسن طبق في شهر رمضان. فخلى هاد البنات وكاع الدراري هذوما يديروا دي فيديو ويبعثوهم لنا على الصفحة تاعنا بحاشا باش آخر إن شاء الله. المشاركة واسعة جدا. نختاروا أحسن هاد احسن طبق احسن تاعك ندوقوا فخلينا كل الناس تفعل، حتى العائله اللي كانت خليناها تفعل، دخلوا معكم في هذا الجو هذا يلي يقول لك تعيش عاودوا لنا باسكو ما فهمناش، وكاين ناس تبعث لنا في الفيسبوك يا ودي عاودوا لنا تشرحوا لنا، ديروا لنا ماكات، ديروا لنا يا ودي انا حبيت نبعث لكم في الفايبر ما عرفتش. فهذا يخلي العائله كلها ماشي الطفل مشاركة، العائلة تشارك مشاركة باش دعم الطفل هذا، وأنه ناخدوه يعني نفسيا. هذا الأمر الثالث اللي هو اللي كنا نمدوهم احنا على الصفحة تاعنا، الأنشطة اللي تندار في البيت. نعم. على غرار أنه لفيديو تانيك أنشطة تربوية على حسب السن وعلى حسب احتياجات الفتية. كاين طفل عنده احتياج بين نهضر لك بين 6 سنين حتى 10 سنين طري ديناميك، لازم احنا نبعثوا لهم انشطه فيها الحيويه وفيها تخلي الحركه فيها الحركه، باسكو تحبوا لا تكرهوا. كاين امهاتهم في البيت ما تفهمش توليدها علاش هو هكذا اللي طري ديناميك، باسكو احتياجاته خصائص سنيه تاعو تفرض عليه انه يكون هكذا. نعم. فاحنا كنا رسائلنا للطفل هام الالعاب لكل فئة من الفئات، لكن أيضا رسائل تاعنا كانت موجهة للأم للأب، كيفية التعامل مع كل فئة من الفئات والمراحل السنية هادو على حسب احتياجاتهم وكيفية إشباع هاد الرغبات. نعم. فهذه القاعدة تاع البيانات احنا كتجربة أولى بدينا نطوروا فيها وبدينا نحسنوا فيها، أصبح عندنا باع كبير. وهذه التجربة تم كما نقولوا تقاسمها مع عدة جمعيات على المستوى الوطني اللي حابة تنشط في هذا المجال. نعم. وحابة تتفاعل في هذا المجال. نعم. لأنه عالم الطفل عالم كبير واسع جدا واسع. طبعا طفل اليوم هو رجل الغد. أكيد. إذا كان عندنا الطفل تاع اليوم عنده احتياجات تم تلبيتها وتنمية قدراته ومهاراته متابعتها ما عندوش ما راح يكبر بسون كومبلكس، تما يعيش الطفوله تاعو كما هي سليمه كما يجب. نحترم حقوق الطفل اللي رانا اليوم قاعدين على الاتفاقيه هذه تاع اليوم العالمي لحقوق الطفل، هذا هو الاساس. نعم. انه الطفل هذا يكون محترم ويكون عنده حقوقه وكل شيء. عندنا مكالمة هاتفية من الأطفال اللي شاركوا مشاركين ممثلين عن الطفل الجزائري في البرلمان العربي. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. معكم سارة بوسامة ممثلة الجمهورية الجزائرية في البرلمان العربي للطفل. مرحبا سارة، أهلا وسهلا بك، كيف حالك؟ الحمد لله بألف خير. الله يخليك، كل عام وانتم بألف خير سارة. أنت في أي سنة سارة؟ أنا هذا العام في السنة الثانية من التعليم الثانوي. الله يبارك سارة، أنت عندك كما يقولوا دور جميل جدا في البرلمان العربي وتمثلي الطفل الجزائري، وشنو هما ممكن نقولوا الأهداف اللي حابة توصليهم حتى تخدمي الطفل الجزائري وتوصلي رسالة الطفل الجزائري؟
بادئا لبدء اريد ان اهنئ كل الطفوله العربيه على وجه العموم والطفوله والطفل الجزائري باليوم العالمي للطفل. نعم. اقول لهم كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم في سلام وامان وتحتضنكم عائلاتكم تعيشون حياه هانئه. نعم. بالنسبة لأهدافي أنا من خلال مشاركتي في البرلمان العربي للطفل زادت نظرتي لاحتياجات الطفل في العالم العربي خاصة عامة وفي الجزائر خاصة. اكتسبت مهارات جديدة من خلال مختلف الورشات التي أخذناها في الإمارات العربية المتحدة ونحاول الآن قدر الإمكان ونكرس كل جهودنا من أجل أن نطبق هذه المهارات التي اكتسبناها في مجتمعاتنا وننقل هذه الخبرات وكل المكتسبات في مجتمعنا لنفيد كل أطفالنا الجزائريين إن شاء الله. أسرة كيفاش راكي تقضي الحجر المنزلي؟ كما نعلم أنه مع دخول الملايين من الناس الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا برزت على الواجهة إشكالية التعاطي مع الأطفال وملء أوقات الفراغ عموما. أنا أقوم بأخذ دورات وورشات تدريبية عبر الأنترنت أحاول أن أغذي عقلي من خلال القراءة وهو ما أنصح به كل طفل جزائري أن يغذي روحه وعقله بالقراءة ليزداد ثقافة. أدرس أيضا لأني إن شاء الله العام القادم سأجتاز شهادة البكالوريا لذلك أحاول أن أواكب دروسي التي لم أحصل عليها في الثلاثي الأخير عن بعد وأدرس دروس العام القادم إن شاء الله. شكرا سارة يعطيك الصحة، شكرا على المشاركة وتحياتنا لك وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله وبرافو على تمثيلكم في البرلمان العربي بالنسبة لدولة الجزائر، يعطيكم الصحة. شكرا سارة. تكلم على زاوية مهمة جدا، ممكن هذه الزاوية اللي يتسألوا عليها كثير الأولياء وهذا هو الواقع اللي يحبوا الأولياء أنه نطرقوا ليه حتى نلقاو لهم إجابة عن تساؤلاتهم. تكلم خالد على هذه الفضاءات الخارجية لرفقة، هي في الحقيقة رفقة العائلات الجزائرية كلها اللي راهي مضغوطة أكيد تجاه هذا الظرف الخاص جدا والاستثنائي، ورفقة أطفالنا بالدرجة الأولى الفضاءات الخارجية دي من خلال رسائل تثقيفية تعليمية تربوية. هذا الشيء ممكن في زمن معين يعني وقت محدد خرجوا بعد أبنائنا عن كل ما يخص الأجهزة الإلكترونية وإدمانوا عن الأجهزة الإلكترونية. أكيد إحنا ما عندناش خيار لأنه نهار طويل واللي ما تطولت كما نقولوا، لكن تعبانين كأولياء من الأجهزة الإلكترونية الشاشات هذه اللي مضرة كذلك يعني بأبنائنا ولات ما تفارقهمش سيدة مشري. هو تمام. على كل حال موضوع الشاشات يبقى إشكال اللي مطروح. وباء الكورونا زاد كشف لنا بقوة عن الإشكال اللي كان موجودين فيه أصلا أبنائنا، يعني هو كان كنا تعودنا أنه نتحدث عن الموضوع يعني بالنسبة للمخاطر نتاعو الصحية، بالنسبة للأطفال اللي عندهم طيف توحد، بالنسبة للأطفال اللي يستعملوا الألعاب هذه واللي ممكن أنها تأثر على الأعراض اللي ممكن أنها يعيشوها. ولكن الكورونا خلت الآباء يحطوا يديهم يعني في الإشكالية بعمق، بمعنى أنه كيف يجب أن نتصرف الآن بحكم أنه كل ما كان نشاطات اللي ممكن أننا نقترحوها أو الفضاءات اللي ممكن أننا ندعو لها الأطفال كانت مغلقة أو فيها مخاطر اللي خلت الأباء يحتاروا يعني. ولكن شوفي سيداتي، المواضيع هذه في مثل هذه الأزمات هي اللي يكثر فيها التفكير واللي يكثر فيها النقاش وتكثر فيها الحلول، ضرورة إيجاد الحلول، ضرورة إيجاد كلمات صحيحة، ضرورة إيجاد البرامج الصحيحة، ضرورة إيجاد لربما الأساليب في أننا نقنع الأشخاص على اختلافهم. لأنه اليوم إذا كان وصلنا نحكي على مخاطر الشاشات بهذه اللغة، في الأمس القريب كانت الأمهات تفرح لما ولدها يكون مقابل الشاشة، بمعنى أنه يخليها تقوم بأشغالها، ما كانوش مدركين لهذه المخاطر بالعمق.
انا اقف لاشيد بالعمل تاع اللجنه الموضوعاتيه للصحه اللي هو جزء فاعل بالنسبه للهيئه الوطنيه لحمايه وترقيه الطفوله اللي اعضائها اطباء في الطب العقلي للاطفال نعم. وكذلك اخصائيين واطباء اللي مباشره كانوا فتحوا المجال على مصراعيه في انه كل مرسول للناس اللي ستتصل ممكن أننا نسوقه على أساس أنه نثير انتباه الأولياء إلى هذه المخاطر، إلى ضرورة ضبط هذه البرامج وقت، إلى نعم. ضرورة ولو تحديد لها أوقات ما تبقاش مفتوحة طول اليوم أو لا لا يصير إدمان يعني متواصل لفترات طويلة جدا. لأكثر من هذا هو ضرورة البحث في محتوى الألعاب، الكثير من الآباء ما يعرفوش المحتوى الحقيقي لهذه الألعاب أو المخاطر تاعها، ضرورة إشراكهم في هذه الألعاب. كانت صعيب على الأمهات أنها تجد هذه القوة مع الطفل اللي يكون كاركتر ولا السلوك نتاعو قوي، يعني احنا أبنائنا عندهم الذكاء الانفعالي اللي كيفاش يقدر يحقق رغباته بكل الوسائل نتاعو، ولكن الموظفين الخلية ولا من خلال الإصغاء لهؤلاء العائلات اللي أنا أشكرهم على كل المشوار اللي عملوه في ظروف قاسية، كانوا قراب إلى كل ما يمكن أن يكون عارض من وراء هذه الشاشات، اضطراب النوم، كان الأطفال اللي كانوا يرفضوا أنهم يأكلوا، كان الأطفال اللي قلوا من الحركة، كان أطفال اللي كان عندهم آلام كبيرة واللي كان عندهم صعوبات في الجسد، ولكن ما كانش بالضرورة يربطها مع الشاشات، فأصبح الشيء اللي هو الحالات تاع الاكتئاب تاع التوتر هذه الاشياء اللي الصغيره اللي احنا نصيبوها في الكلام بالدرجه ولا نصيبوها عند الامهات اللي كانت مربوطه بهذا الاطار نتاع النشاط، بهذا الاطار نتاع الفراغ، بهذا الاطار اللي وراء الشاشات، اللي كان مهم عندنا اننا نقربوا الى العائلات حاله اللي ممكن انها تجد كل ما يمكن ان يكون ابداع، كل ما لا. يمكن ان يسمح لهم في انهم يجدوا الاشياء، انهم يسيبوا الوسائل في انهم يثيروا انتباه الطفل. بدون شك الأمور صعبة لأنه يختلفوا الأبناء والسلطة الأبوية في ظروف مختلفة تكون صعبة على الأبناء، ولكن كان بوابة التواصل، بوابة الاتصال، بوابة المرسول اللي يكتب مبنية على هذا الجانب الحساس اللي ممكن أننا نعيش فيه مشاعر الناس، نعيش فيه سلوكات الأطفال اللي تغيرت واللي سمحت للكثيرين في أنهم ينضموا إلى موظفي خلية الإصغاء اللي هما من نفسانيين اللي تابعين للفورم اللي أثروا كذلك حتى للجانب الإرشاد النفسي اللي كانوا يعاونوا الأطفال في أنهم يصغيوا لهم بمفهوم آخر، بمعنى أنها بعمق إرشاد ومساعدة نفسية جديدة. راح نشوفوا أمثلة عن أطفال يمضيوا أوقاتهم في الحجر المنزلي، وعن طرق هما ابتكروها، وعن كذلك نشاطات خاصة يقضيوا بها أوقاتهم بعيدا عن أي شيء ممكن يضرهم. تفضلوا مع مروان مشري من عبد النور شعل بلاتو. بمناسبة اليوم العالمي للطفولة أقدم تحياتي وإداءاتي إلى جميع أطفال الجزائر، وأنصحهم بالالتزام بشروط الحجر الصحي والاستفادة منه في المطالعة وحفظ القرآن والإبداع والابتكار. لا خلينا نكملوا في الأردن وخير. لا خلينا نكملوا في الأردن. لا نطلعوا روحنا عشان نطوروا. لا لا صح هذا رأيي على أن المبادئ. ناخذ بظروف من الخير ما فيها تقبلهم. لا لازم نحترمهم. بمعنى أني أمارس رياضة جديدة، أقوم بالحفاظ على اللياقة البدنية بتدريبات اليومية، أقوم بتعلم أشياء جديدة كتعلم لغات أجنبية وتعلم برمجة لتطوير نفسي. هذا
نموذج عن الطفل الجزائري كيفاش يقضي أوقاته في الحجر المنزلي، نموذج جميل جدا. في بعض الأحيان، في كثير من الأحيان يكونوا أبنائنا عندهم علاقة بالأجهزة الإلكترونية أكيد، لكن لشيء يفيدهم ويزيد لهم من ثقافتهم ويزيد لهم من نشاطهم ويحفزهم كذلك الابتكارات واختراع. كما قالت سيدة عايدة، هذا شامبيون يعني، هذا ما شاء الله عليه متفتح على نشاطات كثيرة، ويعني شيء جميل جدا، لكن يكون في المعقول يعني. هذه هي أستاذ عرفي. نعم نعم. هذه عينا من بعض الأطفال اللي كيفاش يقضيوا أيامهم في خلال الحجر. فالإطار الأطفال اللي دائما هما مقابلين الآلات الشاشة أو اللوحات الإلكترونية، فهذا الإطار نقول بلي قطاع التنظيم الوطني دار ومضى إشهارية في هذه النقطة، وحذر من الاستغلال المكثف لهذه الشاشات أو لهذه اللوحات، وكذلك حذر من خطر بعض المواقع اللي قادرة تأثر صحيا ونفسيا على هؤلاء الأطفال. بالمقابل هؤلاء الأطفال الذين هم في وضع الحجر ولديهم كل وسائل الضرورية لقضاء هذا الحجر، هنالك أطفال آخرين في وضع صعب صح وفي خطر، وهنا تتدخل مصالح الوصل المفتوح لقطاع التنظيم الوطني متواجدة عبر 48 ولاية، والتي تتضمن موظفين متعددي التخصصات، منهم أخصائيين نفسانيين، نعم، حقوقيين، وسطاء اجتماعيين، مربين متخصصين، ويتدخلون في حالة الإخطارات أو الحالات التي قد تنشب بين الأطفال والأولياء جراء الحجر. هذه المصالح كان عندها عدة تدخلات في خلال هذه الفترة. كذلك هنالك الخلايا الجوارية للتضامن لتابعة وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضاء المرأة، اللي تقوم حتى في الحجر ما حبستش من العمل تاعها، وتدق الأبواب وتشوف الأسر المعوزة اللي عندها البطاقية تاعها وتقدم لها المساعدات من خلال القوافل التضامنية اللي كنت تشوف فيها على مستوى الولايات، اللي كانت موجهة لمناطق نسموها مناطق الظل، اللي السيد رئيس الجمهورية رفع لها هذا الغطاء تاع الظل، ولات في نسميوها راهي ان شاء الله يدخل عليها نور الشمس اكيد ان شاء الله. هذه الاجراءات اللي تتخذها الحكومة، وكذلك فيه اجراء مهم جدا متعلق بالاطفال، اللي هو انه قرار السيد رئيس الجمهورية من خلال اعطاء العطلة الاستثنائية للامهات ذوي الاطفال بالبقاء مع أطفالهم للتكفل فيهم في ظل غلق المؤسسات التربوية للتكفل بالأطفال. كل هذه من تعتبر من تدابير ومن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، بدون أن ننسى دور الجماعات المحلية في نفس العمل اللي يقوم به المجتمع المدني فيما يخص الترفيه على الأطفال في من خلال القوافل الترفيهية اللي تجوز عبر الأحياء. عدة بلديات قامت بهذا العمل، بدون أن ننسى قطاع شبيبة والرياضة. المهم كل القطاعات كل في مجال تخصصه تقدم ببرنامج وقاموا بأعمال لفائدة هؤلاء الأطفال ومرافقتهم. أنا أؤكد هنا على الجانب، طبعا الجانب النفسي مهم جدا في هذه الفترة، غير أن الفئة اللي ممكن أنا نأكد عليها هي فئة الأطفال اللي في وضع صعب. هؤلاء الأطفال اللي القطاع تاعنا ما نساهمش قعد حتى في الظروف هذه، يعمل من خلال هذه المصالح ويتدخل من خلال الأخصائيين النفسانيين ومن خلال المربين المتخصصين لمعالجة الإشكاليات الموجودة والمطروحة في هذا الشأن. نعم، وضروري على أنه هذه النشاطات هذه تبقى متواصلة خالد، مدام أنه الحجر المنزلي مازال متواصل، وأبنائنا كما قلت يعني داخلين نفسيا أو بسيكولوجيا داخلين على موسم العطلة الصيفية، اللي هو معروف هذا الموسم على أنه تكون فترة للراحة، فترة للاستجمام، لأنه بعدها مباشرة راح يقبلوا الدخول المدرسي ودخول الاجتماعي الجديد بحول الله إن شاء الله، بعد ما يرفع ربي علينا هذا البلاء إن شاء الله. خالد، أنتم كجمعية متواصلين في هذه النشاطات؟ إحنا يعني هذا كان مشروع انطلقت فيه حتى خلية الأزمة
المستوى القطاع الإدارية وعلى غرار الولايات الأخرى أنه هذا العمل هو متواصل. نأخذ مثال، إحنا استغلنا الجانب الإيجابي للتكنولوجيات الحديثة أنه أنا ندير دوكا لكلون دي فوا ما يدورش بس دوكا يفيد دو لايف ديركت أنه أن مباشر كان لايف فيه وفيه أنشي فيه هذه كيسيون يجاوبوا في هذاك اليوم تمتم نعم نعم على المباشر يقول زعما اليوم فلان 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 دان كومونتير فلان كتب لنا رساله شكر وكذا. هذا يخلي الطفل انه يتفاعل ايجابيا حتى الجانب هذا المعلومه واسمه التكنولوجيات الحديثه لازم نستغلوه ايجابيا. لازم كل حاجه نشوفوها من الجانب الايجابي نستغلوا الحاجه الايجابيه فيها، الحاجه السلبيه نسيو بعدوها، الحاجه الايجابيه نستغلوها. فهذا ايضا يحضر الاطفال الى الخروج من الحجر الصحي، لأنه الآن بدأت الأمور الحمد لله تتحسن. هذا حيسمح لنا هنا الآن نبدأ نحضر الطفل سيكولوجيكمو أنه يبدأ يخرج بأنه راهو جاي نهار وتعاوتوا لي الأمور كما راهي، يعني نجي نهار وتفرج. هذا يخلي الطفل أنه يبتهج يشوف أمل مشرق، يشوف للقدام، يحضر نفسه. وقلنا لهم إحنا حتفرج وراح يروح الحجر الصحي وراح نقدم لكم الجوائز هذه اللي وعدناكم بها. فالطفل خليه يشارك ويحضر نفسه بسيكولوجيك مو يعني نفسيا ينتظر أنه خلاص قريب تخرج. بداية كانت مغمومة ما كانش معناش، كانت مظلمة كانت يعني داخلين في نفق مع بنشوين. بس الآن الحمد لله أنا نشوف الأمور يتم فارج شكفوة. هذا يخلينا تانك نتكفل بالطفل في هذا الجانب، أنه كما نتكفلوا بالكبار إعلاميا وكذا نتكفلوا بالطفل أيضا، لأنه المنظومة المجتمعية المجتمع كومبير هو يمشي في نفس الوتيرة، ما خلوش واحد من الله لازم قاعد نمشي مع بعضنا أكيد. أننا القدام إن شاء الله نخرجوا بسلام إن شاء الله إن شاء الله. عبد الرؤوف عضو كذلك في البرلمان العربي ممثل الطفولة الجزائرية. ألو عبد الرؤوف مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بكم. شكرا لك. مرحبا بك، أهلا وسهلا. عبد الرؤوف عرفنا على نفسك أكثر. اولا انا عبد الرؤوف الضيفي، نعم، ولايه الكويرة، ممثل الجمهوريه الجزائريه في البرلمان العربي الطفل باماره شارقه دوله الامارات العربيه المتحده. نعم نعم، نسالك السؤال، ما هو دورك بالتحديد بتمثيلكم للطفوله الجزائريه في البرلمان العربي رؤوف، وشنو هي الرساله اللي حابين توصلوها على لسان الطفل الجزائري؟ اولا فايز بعد منكم التعريف تاعي، انا عضو لجنه حقوق الطفل المجلس العربي للجنتين، لجنة المواهب والأنشطة والفعالية. إحنا الرسالة تاعنا هذه نحاول نرتقي بحقوق الطفل، نرتقي بها للأفضل. ثاني عندنا أمنية ممكن كيف ممكن يجسدوا برلمان الطفل الجزائري، يتم تجسيد برلمان الطفل الجزائري حتى يتسنى للطفل الجزائري، فهي يعبر على حقوقه ويشارك في القرار، في اتخاذ القرار ومرده في تهمه. نعم، ورؤوف فيه نشاطات تقوموا بها خاصة بهذا الظرف خلال الحجر المنزلي، متواصلين يعني في نشاطاتكم في ودوركم كذلك في البرلمان العربي مع الأعضاء الأخرين من مختلف البلدان؟ نعم، في رمضان هذا يعني نحن نتقفل أعضاء البرلمان درنا مبادرة من عندنا، كل يوم نديروا لهم حصه الاطفال. نعم، الواحد قسمنا المهام بيناتنا بين اعضاء، كل واحد عنده جزء يديرو. نعم، لا يديروا قصص، يديروا تاريخ الدول العربيه الى اخره في هذا المجال. كل اسبوع ولا كل يوم يطلبوا حلقه، تكون كاينه حلقه جديده يعرفوا فيها بهذو الحوايج. نعم، شكرا رؤوف، يعطيك صحة، شكرا وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله، وبالتوفيق تمثيلكم للطفولة الجزائرية. وسام، نعود نسألك السؤال نفسه، نشطات التواصل في أعضاء مع أعضاء البرلمان العربي كأطفال كل الدول العربية المشاركة في هذا البرلمان متواصل خلال هذه الفترة، فترة وجودكم في البيت، فترة عدم تنقل، فترة الحجر المنزلي، وما هي هذه النشطات وكيف تتواصلوا؟ عندنا كما قلت عندنا جروب على الواتساب متواصلين كل أعضاء البرلمان العربي، كل أعضاء كل الدول العربية، وكما قال زميلي عبد الرؤوف ننشر فيديوهات مختلفة المواضيع للأطفال في هذه
في هذه الفترة يعني في الحجر المنزلي. نعم. وهذا الفيديو وش تشمل يعني المناقشات تاعكم؟ شنو هي المواضيع اللي تشملها المناقشات تاعكم على وجه التحديد؟ يعني تكلموا على الوضعية الحالية، تكلموا عن سبل الوقاية، أو وشنو هي المواضيع؟ مواضيع يعني مرتبطة بما نعيشه، أو مواضيع عربية، مواضيع مرتبطة بمصير الطفل العربي، أو ماذا؟ أكيد يعني مرتبطة بالفترة التي نعيشها حاليا. ننشر فيديوهات تحسيس توعوية للأطفال، وكذلك توعوية لتحسس الأطفال أن لتعليمهم كما قالوا من سبل الوقاية من هذا الفيروس. نعم. ومواضيع أخرى يعني كان مواضيع مختلفة. نعم، يعطيك الصحة. في هذا الجانب وزارة التضامن هي المرافقة الأساسية لهذا الأطفال لممثلين هذو من الجزائر سيد عرفي. هكذا نعم، قطاع التضامن الوطني يعتبر المشرف على هؤلاء الأطفال، أربعة ممثلين الجزائر بالبرلمان العربي للطفل، وكانت لهم في شهر فبراير هذا الدورة الثالثة. كانت الدورة الأولى 2018 في فبراير، وفي جويلية 18 كانت الدورة الثانية، والدورة الثالثة في فبراير هذا 2019. هذا برلمان عربي للطفل، كل بلد يمثله أربعة أطفال، اثنين ذكور واثنين إناث، سن من 12 إلى 18 سنة. نعم، يتجاوز 18 سنة. هذا البرلمان يمثلوها على مستوى الدول الأخرى برلماناتهم. إحنا الجزائر في غياب البرلمان تم انتقاء هؤلاء الأطفال. الطفلة وسام اللي تمثل أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي هي تدرس على مستوى مؤسسة مدرسة المكفوفين بالعاشور. نعم. كذلك فيه طفل يمثل الكشافة الإسلامية اللي هو رؤوف. نعم. وفيه كذلك سارة اللي راح كده. سارة اللي هي تم انتقائها من طرف وزارة التربية الوطنية على أساس أنها أحسن علامة على المستوى الوطني. جميل. هي 19.75 حسب ما أتذكر. نعم. معدل. في البيان معدل. أحسن معدل. وكذلك الطفل اللي هو راح بالك نسمعوه من بعد. إن شاء الله. سليمان. سليمان اللي هو يمثل الجمعية كذلك على مستوى ولاية الأغواط. نعم. وهو الجمعية هذه عضو في الشبكة الوطنية لحماية حقوق الطفل ندى. نعم. أمينة تصلينا بسليمان نسمعه كذلك من ولاية الأغواط. نعم. وبالتالي هذا التمثيل هو تمثيل وطني، وتمثيل المجتمع المدني، وكذلك تمثيل للفئات ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندها علاقة مباشرة بملف حقوق الطفل وترقيته. وبالتالي هذا الجزائر الآن من خلال هذا المنبر راح يتوصل في 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 اهتمامات الأطفال. طفولة جزائرية. طفولة جزائرية. وكان في الدورة الأخيرة كان الموضوع هو حول التمدرس. جميل. حقوق الطفل في التعليم. حق الطفل في التعليم. حق الطفل في التعليم. نعم. وكانت تجربة الجزائر تعتبر طبيعة من التجارب الهامة والقيمة في التي طرحوها هؤلاء الأعضاء. نعم، راح أو معنا سليمان. سليمان. من الأغواط. أنا رحنا الأغواط مباشرة. يدير المسرح. تكلمي له عن المسرح. يدير المسرح. سليمان. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا لي أنت ممثل مسرحي صح؟ إيه. صحيح، ممثل مسرحي. وصغير بلوش. حال في عمرك سليمان؟ عمري 15 عام. الله يبارك، الله يبارك. في أي سنة أنت سليمان؟ أنا هذا العام أولى ثانوي. سنة أولى؟ ثانوي. ثانوي، ما شاء الله، ما شاء الله. سليمان، سليمان نهدر معك كعضو في البرلمان العربي ولا كيفاش؟ كطفل جزائري كيفاش راه يجوز في وقته؟ تقدري تسميني طفل جزائري لأني نمثل طفل جزائري. الله يبارك. كلمنا كيفاش راك تفوت في أوقاتك في الحجر المنزلي سليمان؟ يعني لحد الآن في هذا الوقت، في هذا الوقت يعني راني فوت وقتي بيان، راني نطور في مواهبي، نقوي الموسوعة تاعي، نقرأ كتب أكثر، وبلا ما ننسى يعني نراجع كاين دروس نراجعهم. يعني لازم نطور كل حاجة فيا ونستغل هذا الوقت يعني في أشياء إيجابية.
نعم. وبالنسبة لتواصلك مع أعضاء البرلمان العربي، أنتم الأعضاء كل من البلدان العربية، كيف راهو معك؟ احنا رانا نتواصلوا، يعني بزاف نتواصلوا بالأوقات، أغلبيتها رانا نتواصلوا مع بعضنا. ويعني رانا كاين حوايج رانا نوجدوا فيهم باش نعرضوهم يعني في الأوقات الجاية. يعني كاين حصص ولا تقدر تقولوا يعني احنا نظمناها ما بيناتنا، كاين حصص فوتناها في رمضان، يعني تفهمنا كل واحد وش يدير يعني محتوى وفاتت، يعني كان من كل دولة كل واحد وش دار المحتوى تاعه. أنا عن نفسي درت محتوى تاع الأطفال والمواهب. وكان فاتت مليحة، كانت تجربة مليحة، وإن شاء الله إحنا كلجنة الأنشطة والتعليم رانا موجودين حاجة مليحة إن شاء الله. نعم سليمان، تدوك راك ناطق باسم طفولة الجزائرية، يعني راك تمثلهم، وشنو هي الرسالة اللي تقدمها للطفل الجزائري؟ وشنو هي النصائح اللي تقدمها له حتى يفوت أوقات مفيدة في هاد الحجر، يعني في هاد الظروف اللي لازم علينا أولادنا يقعدوا في الدار ولازم علينا تكون وقاية حتى من أجل سلامتكم جميعا، وشنو هي الرسالة اللي تقدمها أنت، يعني نصيحة اللي تقدمها للطفل الجزائري كيفاش تكون أوقاته مفيدة ليه كما راهي مفيدة ليك أنت ما شاء الله؟ أول حاجة نقول لهم هذه أهم معلومة، يعني ما زل ما يخرجوش من ديارهم، هذه أول حاجة. ثاني حاجة ماذا بي أنهم يستغلوا مواهبهم ويطوروهم أكثر، مثلا يكتشف إذا كان واحد ما زال ما اكتشفش موهبته وشنهي، جرب يكتشف موهبته كي يكتشفها يطورها أكثر ويستغل هذا الوقت في أشياء إيجابية. نعم. ثاني حاجة كاين مثلا كاين اللي يحب اللي يقرأ، كاين الذي تقرأ كتب. نعم. قوي موسوعة تاعك، ثاني تراجع دروس اللي فاتوا باش العام الجاي ما تتلفلكش وما تنساش وما تنساش. ولازم ثاني ما ننساوش أهم حاجة اللي هي النظافة من الزواج. نعم وسام راهي معنا، متعودين تتواصلوا مع بعض وسام مع سليمان و اهدري مع سليمان راهو معنا يلا. السلام عليكم سليمان، واش راك كمان؟ لا لا لاباس الحمد لله. الحمد لله. واش راكم دايرين؟ والله لاباس الحمد لله مع الحاضر الصحي. أنا كامل هكاك الحمد لله، إن شاء الله تبقاو دايما هكذا. تفضل سي جمال عرفي. باش نكمل واش كان يتكلم الطفل سليمان. نعم. نذكر هنا كي ذكرتي لي على البرلمان العربي الطفل نقول شكرا بلي. عفوا فقط شكرا سليمان، ابقى تابعنا ان شاء الله. والسي جمال عرفي راهو معكم ومثل عن وزاره التضامن، يعطيك الصحه. شكرا تحياتي للعائله. تفضل سي جمال عرفي. في اطار الشراكه دائما الاقليميه مع الجامعه العربيه ومع البرلمان العربي للطفل، فيه مبادره تاع احكي قصتك مع كوفيد 19. راح يكون فيه تجربتك. نعم. راح يكون فيه عباره عن فيديوهات راح تندار ويتكلموا الاطفال قصتهم وكل واحد كيفاش يعبروا بأريحية. يعبر على الامور كيفاش تجوز الحجر الصحي والتفاعل تاعو مع هذا الجائحة. وهذه راح تكون على شكل مسابقه؟ لا مش مسابقه، هي علاش باش نوثقوا هو الجامعه العربيه والبرلمان العربي للطفل باش يوثق هذه الأعمال تاع الدول العربية ويستفادوا منها كذلك كل أطفال الدول العربية ويكون فيه تبادل. الأطفال راح يديروا فيديوهات ويتكلموا على الموضوع هذا. جميل جدا جميل جدا. أنا راح نستغل الفرصة وجود السيدة مشري معنا كأخصائية نفسانية واللي هم العائلة الجزائرية واللي همنا الآن أنه كما قال سي خالد أنه مرينا بمراحل بالنسبة لهذا الجائحة، هذه كانت من كما قال لكم المرحلة الأولى الصعبة وفيها تخوف كبير إلى مراحل متقدمة، وإن شاء الله يا ربي دايما نبقاو في إطار الوقاية أكيد وأخذ الحذر والحيطة. لكن الآن كان كثير من الأولياء اللي متشددين شوية في التصرف مع أبنائهم في إطلاقهم في نوع من الحرية، أعطائهم نوع من الحرية، وهذا نتيجة تخوفهم الكبير. ونعود نأكد على أنه الأبناء نفسيا الآن رغم داخلين في عطلة صيفية، في أجواء العطلة الصيفية. أنت كنفسانية أستاذة مشري، وش تنصحي الأولياء كيف يكون تعاملهم مع أبنائهم في ظل دائما هذه الظروف؟ لكن ما هو المعقول هذا اللي حبيت اتجاه أبنائهم، اتجاه تصرفاتهم، ممكن تحركاتهم، خروجهم، تواصلهم أو أي شيء، يعني حتى فيما يخص الزيارة، لأنه وصلنا إلى مرحلة وين أولياء يعني حتى ما يخليش وليده يروح عند وليد خاله ولا يروح عند وليد عمه ولا. أنت وش تنصحي؟ أنا لا أدري إيه كان هذا صحيح أو لا. واللي أكثر من هذا حتى أبناء، يعني بالنسبة للعائلات المنشقة، يعني اللي مطلقين، الأبناء اللي يشتاقوا لأمهاتهم ولا لأبائهم، يعني حتى المقربين اللي
عليهم. اللي مهم أننا نقف عنده اليوم كل شيء ممكن يعطيني توازن، كل شيء اللي ممكن يكون معلم. نعم. المعالم هذه اللي تكون دي روبير، معناتها أشياء اللي نستند عليها في خلق الجو اللي ممكن نسيروا عليها. والمعالم هذه مرتبطة بالأشياء البديهية اللي تعرفها الأمهات، اللي هو النوم نتاعو والمكلة نتاعو والنشاطات اللي يقوم بها. مثلا هو متعود على أنه يعمل جارديناج شوية يعني، ولا متعود أنه يدير أشغال يدوية، عنده ألعاب نتاعو، عنده أساليب. واليوم شوف فتحتي قوس إلى جانب غاية في الأهمية، اللي هما الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم نشاطاتهم واللي عندهم فضاءات انتهم الخاصة. وأضيف لها كذلك الأطفال ذوي القدرات الخاصة كذلك، اللي هما سريعين واللي يكون أصحاب فكر وكثيري الكلام واللي يحتاجوا التواصل باستمرار. وكل ما هذا الفضاء والنشاطات هذه هي اللي يجب أن تستغل. أنا عجبني كلام الطفل الصغير لما يحكي بأسلوب الكبير كيف يمكننا أن نتعلم اللغة، نتعلم نقرأ القصة كيف. ولكن هي في الحقيقة هي أشياء اللي ممكن أننا نهضمها ببساطة بهدوء. فاقد الشيء لا يعطيه. لو إحنا ما نقدروش نلقاو في أساليبنا شيء اللي نقدر نستمتع به، صعب علينا أننا نعطيه لأبنائنا. لأنه حتى وإن كانت مدارس معتمدة على هذه، ولكن الحياة ما تقتصرش على واحد واثنين وثلاثة. أكيد. يجب أن ننهض وندير في النشاط الفلاني. كاين أيام نوع. اللي يكون الجانب الثقافي والترفيهي عند الإنسان عالي فتلقيه مبسوط، وكاين أيام أخرى وين يكون يحتاج إلى أنه ينطوي وينعزل شوية ويعود إلى ذاته. هذا الشد والمد، هذا الجزر والمد اللي ممكن أنه يربط انفعالتنا، هو الأشياء اللي أعود إلى في الخطاب مع العائلات، أشياء اللي ممكن أننا نستعملها. لا يمكن لنا أن نعيش ظرف مغاير وظرف مختلف ويحمل مخاطر ويحمل فيه صعوبات، وفي نفس الوقت نمنع الناس من أنها تحكي على هذه المتغيرات. إذا كان لاحظت أنه الآباء هم اللي متخوفين بشيء مفرط، يعني هم يحتاجوا إلى سند، فأنا نفتح مباشرة القوس ونقول يا هل ترى هذا مرتبط بهذه الفترة، وهم آباء متشددين منذ البداية اللي هم كان صعيب التواصل بالنسبة لهم لأبنائهم، اللي كانت صعوبة في أنهم يوجدوا فضاءات في الخارج. كاين عائلات اللي هما بيتوتيين، يعني يحبوا الفضاء العائلي وماذا بهم يعني يبقوا إلا مع بعض. كاين عائلات أخرى اللي صعيب أنك تجد لها المعالم في الداخل، معناتها هما اللي كثروا الترحال، اللي علاقاتهم الاجتماعية واسعة وكبيرة، وأطفال اللي تعودوا في أنهم يعملوا الكثير في كل المجالات. أحسن حل أننا نجده هو أننا نسمح لهم أنهم يكتبوها، يعبروا عليها، يقولوها، لأنهم يخرجوا هذا الشيء اللي تسميوه ضغوط، تسميوه اختلاف، تسميوه دمعة حزن، أي شيء اللي ممكن هو أنه يقدر الطفل أو الأم أو الأب أنه يعيشها. حتى الآباء، حتى وإن كان الآباء صعيب أنهم يتحدثوا، ولكن لما يكون الحفاظ عن الهوية والخصوصية كذلك ممكن في الرقم الأخضر يتسهلوا معهم شوية ولا يبقوا هكذا. شوفي سيدتي، في زاوية الخوف المفرط، شوفي سيدتي، هو اليوم كل ما هو خوف وتوتر وشد، احنا تعودنا انه نطمئن الناس في اننا نقول لهم اشياء اللي ممكن تكون عابرة الى مرحلة ما، ونعودوا نصيبوا التوازن نتاعنا. اما اذا طال الشيء فهذا يصبح أعراض اللي يستلزم منا أننا نعود ليه. ربما هذه أعراض اللي ناس اللي يكونوا متواجدين في حالة اكتئاب، اشتاقوا كثير، تعرفي أنه حضن الأم ولا حاجة تبدلها في الدنيا، تعرفي أنه طلة على الأب ولا حاجة تبدلها، أنه الأجداد بالنسبة للأبناء حتى وإن درنا الهواتف النقالة ودرنا الحضن نتاع الجد والجدة أشياء اللي ما نقدروش نلقاوها. فالنصيحة هو أنه إذا زادت الشيء عن المدة نتاعه، والناس تعرف بعض يعني الأفراد اللي ولا ربما يسمعونا اليوم يعرفوا أنه المعهود اللي داخل في سلوكاتهم، يعرف هو أنه أنا متعود كي نخاف نغلق، ولكن بمرور الوقت نقدر نهضم هذه الأشياء. لكن حالات الصدمة اللي ممكن أني أضع باب وأشجع الناس أنهم يتواصلوا مع الأخصائيين إذا كان يحسوا بأعراض. بقتنا الفقرة الأخيرة، شكرا. بقتنا الفقرة الأخيرة في العدد عدد اليوم هي تعاليق العائلة. ألقاكم بعد فاصل قصير.
مرحباً، أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى مشاهدينا الأفاضل. تعليق العائلة، نبدأ مع مشاركة العائلة الجزائرية في هذا الموضوع. التعليق الأول: الحمد لله على كل حال، صار عندهم إدمان على التلفزيون، الهواتف النقالة بشكل رهيب، وزادت حدة التوتر بينهم، لكن في أغلب الأحيان أستطيع تهدئة الوضع بينهم، وربي يجيب الخير إن شاء الله. وش تعليقك سيد عرفي؟ نظن باللي المداومة على التلفزيون كثيرا شيء غير، معليش، يشوفوا التلفزيون فيما يفيدهم غير صحي، لكن نعم. لابد من تنويع نعم. النشاطات. هنا هذه نصيحة للأولياء، أكيد بتنويع النشاطات، تكون رياضية، ألعاب، ألعاب بيناتهم. هذه فرصة لي نقول أن البعض أن نسميه تباعد اجتماعي، نقول تواصل اجتماعي. نعم. هذا فيه تواصل اجتماعي بين الأولياء وأطفالهم والأبناء. هذه فرصة للأولياء يتعرفوا على أطفالهم أكثر، ويكون فيه تبادل وتناغم، تواصل كذلك، تواصل وتناغم في تجسيد مواهبهم وأفكارهم إن شاء الله. التعليق الثاني: ياسين حمانة يقول: في هذا الحجر زاد القلق والتوتر للكبار والصغار، لا خرجات ولا نزهات، والتلفزيون والهاتف أنقض الموقف، ولكن سرعان ما تسمع صراخ مع بعضهم. هذا ضربني، هذا ضربني، وهذا دل لي حاجة، والأيام تمر ونقولوا اللهم أرفع عنا هذا البلاء. طبعا هذا هو اللي كنا نحضر فيه، وهذا اللي ممكن يخلى المدة طالت أكيد، والناس قعدت في الدار، وضغوطات كانت على الكبار والصغار كذلك، على كل أفراد العائلة. وهذا الشيء الجميل كذلك، تعرفي سيدتي، العائلات اللي ما فيهاش هذا ضربني وهذا حط وهذا، يحسوا بالنقص والفراغ نتاع الحياة داخل العائلة. الأبناء بقدر ما يجيبوا السعادة ويجيبوا الحياة في العائلة بقدر ما هم شغوفين، فيرجع دائما لأساليبهم التربوية. إذا كان يجب أننا نقف في الوسط فيجب يكون وسط، وإذا كان يجب يتعاقب الجميع هذه ترجع للأب كيفاش ولا الأم كيفاش يصيبوا أسلوب التربية. نعم. التعليق الثالث: يعني إحنا كبار ونعرفوا كيفاه نتصرفوا وحكمنا الملل، والولاد صغار واش نقولوا عليهم؟ ربي يجيب الخير وخلاص. هذا التعليق أو يقول الكبار الأمور لا تطاق. يعني الطفل هو على حسب واش تعطي له أنت. أنت اللي تملأ له الفراغ بالأنشطة اللي هدر عليها الأستاذ، وقال أنشطة مختلفة. عنده وقت معين تنوع الأنشطة، تخلي الذكاء تاعو تنمى والمهارات تاعو تنمى، وينقص ضربني وعيط لي وخلاني. نعم. لكن يكون في تنوع. هذا لا يعني على أنه الأنشطة تكون طول النهار، لأنه مستحيل، ولا ضربني ودالي حاجتي يكون طول النهار، وإنما يكون محطة تنوع، دخلوا شوية وندوم شوية للبيت ونوعوا نوعوا حتى ما نحسهمش بهذاك الملل. وتخلي حلاوة العائلة اللي كانت بكري تعاود ترجع. هذه هي. التعليق الرابع والأخير: السلام الأخت، يجب التفكير في سلوكيات أرباب الأسر قبل أن نفكر في أبنائهم، ومن خلال التجارب الميدانية نؤكد أن الكثير من القيم والسلوكيات كلما حاولت المدرسة بناءها هدمت في البيت أو الشارع. تعليق وسام، وش النصيحة اللي تمديها للعائلة الجزائرية والأبناء حتى ما يملوش من الحجر المنزلي هذا؟ كما قال أستاذ العرفي، يجب التنويع في النشاطات كالمطالعة، ممارسة الرياضة، تنمية المواهب، وأيضا مشاهدة التلفاز. نعم. شكرا وسام. ألقاكم مشاهدينا الأفاضل بعد فاصل قصير. الأخيرة سيدة مشري، تقدميها للعائلة الجزائرية كنصيحة طبعا في التصرف بما هو قادم بحول الله هو مع أبنائنا. مع أبنائنا هو شوفي، الوقفة مغايرة، احتفلنا بكل الأعياد، الأم وعيد الفطر ونعم عيد الطفولة كذلك بوجه ونفس جديد، فضاء مفتوح اليوم من خلال إطلاق المسابقة المخصصة من طرف الهيئة الوطنية لحماية ترقية الطفولة بالمشاركة مع مكتب اليونيسف بالجزائر، إلى مبادرة لتجمع كل مواهب الأطفال.
أصبح البوابة الحقيقية اليوم للتعبير عن حلمنا، عن انشغالنا، عن أشياء اللي ما نقدروش نحقوها في العطل اللي كان من المفروض نقوموها، لكن نقدروا بأسلوب آخر أننا نعكسوها على الأوراق، على الركح أو على الرسم من خلال المشاركة، اللي هذه راح تكون بوابة جديدة ليكون الاحتفال بها في اليوم الوطني لطفل الجزائر اللي صادف 15 من شهر جويلية بإذن الله. شكرا خالد، مساحة الأخيرة تمدها لأبنائنا وللعائلات. يعني أولا بهذه المناسبة ستطلق مبادرة وهي المتطوع الصغير اللي يكونوا دراري صغار يعملوا في العمل التطوعي. نعم. منهم اللي كانوا صلعونا بعض الفيديوهات دراري صغار خدمونا دي فيديو حتى وإن كانت النوعية تاعهم شوية، لكن نشرناه معليش المهم شاركوا، لأنه شاركوا هم اللي ولوا يبعثوا الأصدقاء وهم يتفاعلوا معاه. جميل. نصيحتي أن للأطفال نقول لهم يزم يبتسموا، لأنه كل حاجة كل ما تضيق تنفرج. إن شاء الله. العائلة صبرا جميلا إن شاء الله. إن شاء الله. سي جمال عرفي، رسالتك للعائلة الجزائرية. قبل ما تكون رسالة العائلة حبيت نتكلم على مؤسسات خاصة اللي هي مؤسسة قبل طفولة صغيرة. نعم. رياض الأطفال. الأطفال هي مغلقة هي كمدارس تربية الوطنية، غير أنه أريد أن أحيي من هذا المنبر المؤسسات اللي عملت من خلال التواصل الاجتماعي لنشاطات خاصة بالأطفال اللي هم يتكفلوا بهم بهذه المؤسسة. أريد أن أحييهم لأنهم رغم يقوموا بعمل هنا يبين بلي مازال في تواصل مع الأطفال اللي يتكفلوا بهم. بالنسبة للعائلة نقول لهم الفرج قريب إن شاء الله. إن شاء الله هذا ما نتمناه. وسام، أنت راح مقبلة على شهادة التعليم المتوسط بحول الله والمقرر إن شاء الله في شهر سبتمبر بحول الله، كيفاش أنت راكي ناوية تجوزي وقتك منا إن شاء الله للامتحان بحول الله؟ كما قلت جعلت وقتي مقسم، جزء منه للمراجعة مع الأصدقاء عبر الهاتف والإنترنت، والجزء الآخر للتسلية. وهكذا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تفوت الأمور بسلام إن شاء الله، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله والنجاح وسام في شهادة تعليم متوسط، التوفيق والنجاح لكل أبنائنا، ومرة أخرى كل عام هما بألف خير إن شاء الله، ربي يحميكم، وإن شاء الله العائلة الجزائرية كذلك تصل إلى أنه تسطر برنامج يفيد أبنائنا وينقص عليهم هذا الضغط بإبعادهم عن اللوحات الإلكترونية وكما يقولوا التنوع والتنويع في نشاطاتهم، حتى وإن كانت أبسط النشاطات اللي تكون متواجدة على المستوى الفضاء الداخلي أو الخارجي كذلك مع أخذ الحيطة والحذر. شكرا لكم مشاهدينا الأفاضل، نلقاكم دائما بخير وعلى خير، تحياتي وإلى اللقاء.